في البداية صلوا على النبي، صليت عليه. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ودكم بالسوالف الطيبة، الله يجمعنا وياكم إن شاء الله، وطيب الله حظنا وحظوظكم. سالفتنا الليلة من السوالف المميزة. كثير من الرواه رووا ذا السالفة، لكن الله يجمعنا إن شاء الله ونعطيكم فيها أدق التفاصيل. في البداية سالفتنا الشايع لمسح، أو شايع ابن مرداس الرمالي الشمري. أما سبب تسميته بشايع لمسح لأنه ما كان له عين، كان المكان المخلوقة فيه العين دي ممسوح، ما له إلا عين واحدة. نظرا إلى أن شايع ما كان له إلا عين واحدة، كان من أشوف الرجال، كان إذا وقف هو يا رجال معه كان يشوف شيء ما يشوفونه. زودا على أنه كان من أشوف الرجال، كان فارس وكان شجاع وكان شيخ في ربعه. شايع كان مشهور عنه بكثرة الغزوات، وكان ما به قبيلة وزانه إلا وغزاها، مما سبب ضيقة الحاكم الحسا أو أمير الحسا في وقتها، وكان ابن عريعر. كانوا الناس يجونه يشتكون من شايع، كانوا يقولون شايع يغزينا وحن تحت حمايتك، ضجر أنت يا أمير الحسا اللي هو ابن عريعر. وابن عريعر كان معروف عنه أنه حاكم ذو بصيرة وذو حنكة، زيادة على أنه غير ذا الحكم كان شيخا في بني خالد أو أمير قبيلة بني خالد المشهورة والمعروفة. مثل ما قلنا لكم اشتكوا عند أمير الحساء على شايع وفعله، فنذر وحلف. أنت يا ابن عريعر، قال والله يعني كان الله مكني منه، الناس جنه إلين يموت ولا موت قدامه ما فك. ويوم قد شايع في يوم من الأيام مشرف في راس ذاك الضلع ويشوف الوادي اللي تحته، افشاف لهبل، والوقت اللي هو شاف هبل فيها كان وقت مغيب شمس، قد الشمس بتغيب مساهمة على المغيب. المهم انه شاف هبل ومن حدة نظره درى ما معه لراع. يوم شاف شايع البل افساق مطيته عليها إلين وصلها، ولا وصل البل وساقها هو يراعيها إلا الراعي يصيح، ويقعد يصيح البل اخذت البل اخذت. فقال له شايع والله انك لازيد تصيح، ان تذبح والناس يقول بالحالي. فسكت الراعي، لكنه ما كان يبغي الا صيحة واحدة عشان ينذرها البل. البل ذي كانت موضوعة ككمين علشان يمسكون شايع، وكانوا يدرون ان شايع شافها بغزيها. وفعلا يوم صاح الراعي فحولوا عليه من كل صوب، كانوا كامنين في اماكن ما قدر يشوفهم مع البل. يوم اقبلوا عليه الرجيل فقام واحد من قدامه يحاكيه، قال اطلع من البل يا ولد، قال ما انا بطالع منها وقد كسبتها. قال اقول لك اطلع من البل ولا كتناك وردينا بنا، قال اقول لك ما انا بطالع من البل وبصرك، سوي اللي انت تبغى تسوي. قال يا ولد بنذبحك انت من انت؟ قال انا لمسح. قال انت شايع ابن مرداس؟ قال وصلت. اللي خاطبه يقوله على انه مو بعارفه، وهو يدري انه شايع لانه عارفه بوصافه. قال ايه طيب وش رايك في رينزي؟ قال ويشو؟ قال اطلع من البل وبنعطيك بعيرين كرامة لك علشان انك شايع. قال اقول لك وانا بطالع. هو كان يكلمه يلهيه من الرياجيل اللي متحاولينه. المهم ان الرياجيل باغتوا شايع وحولوا به من الناس، تكاثروا عليه وربطوه وحملوه على تيك الناقة وقاموا يمشون به موجهين به صوب الحسن. عقب ما ساروا به كان مسدوحا على الناقة اللي هو مشيول عليها، فقال انتو انذال ما فيكم خير، لو انكم فيكم خير كان واجهتوني وجه الوجه ما قدرتوني. انتو ذلان، قالوا لو ان حن ذلان ما جودناك وسوينا بك ذا السوا. قال انا افضل انكم تذبحوني على ذا اللي انت تسوون بي، قالوا ما حم ذابحيني. قال لهم ليه ما تذبحوني؟ قالوا حم امورين نجيبك حي. قال من اللي امركم؟ قالوا امير الحسا بن عريعر. قالوا اذبحوني احسن لي. قالوا محمد ذابحينك وبنوصلك بخير. قال ان كانكم بتوصلوني بخير فكوا حبال رجلي وعدوا ادلوا جلستي على المطيه، رحت كذا وصلت من بطي. المهم عقب ما فكر عقيد القوم اللي معهم فكه وجلسه مستوي على المطيه الين وصلوا. يوم وصل ودخلوه على ابن عريعر، فقال ابن عريعر جيب الحداد، ويجيبون الحداد ويفصلون له حديد ويقيدونه بيديه ورجيله ويحطون فيها ثقل علشان ما يتحرك بها إلا بجهد،
ما يقدر يطق، ويقعد شايع ذاك الليل في رفة البيت بيت الشعر، ولا قال له الأمير أي شيء ولا خاطبه. ويوم جاء ثاني يوم وقد المجلس مليان، بدأ أنت يا ابن عرير، قال له أنت شايع ابن مرداس؟ قال نعم أنا ابن مرداس وفتلجود. قال ما أشوفك كذا، ما أشوفك فتلجود. قال ليه وش أنت شايفن علي؟ قال أشوف أن أفعالك أكبر من جسمك، أكبر من شكلك. قال ومتى قيست الأفعال بالأشكال؟ المهم أنه قام يأخذ ويعطي معه بالكلام، إلين قال له أنا حلفت يا أن الله مكنني منك أن أسوي بك كذا. قال ليه وش أنا سويت بك؟ قال أنت تسويها أنت اللي أنت تسويها أنت من غارات وغزوات وسلب ونهب اللي حولنا اللي في حمايتنا. قال والله يا الأمير ما سويت كذا إلا دور الرزق. قال الرزق ما يأخذ كذا، الرزق له طرق كثيرة ولا هو بذا الطريق، لكن علمني البل والغنمان اللي أنت سلبت أنت ونهبت أنت وش سويها أنت بها؟ قال ما يبقى في يدي شيء. قال ليه وش تسوي بها؟ قال أما أكرم بها ضيف ولا ساعد بها محتاج ولا أفزع بها المسكين. قالوا من حلل لك حلال المسلمين تعذى فيه؟ قال أنا ما بعد غزيت رجال كريم. قال أجل من أنت غزي؟ قال الله مسلطني على البخيل اللي يأتونه الضيوف ولا يقدم لهم إلا شنينة اللبن، ومراحل واحد منهم مليان من البل ومن الغنم، هذا الله يسلطني عليه أفني حلاله، والمفروض أن حلال ذا البخيل يقدم للضيف ويعطى المحتاج حاجته ويعطى المسكين. قال له الأمير بن عرير هذه أنا أخذها منهم كجزية وأدفعها للمحتاجين والمساكين. انتهى عقبها كلام ابن عرير معه وشاف له أمور ثانية، وقام من مجلسه عقبها. ويوم جاء اليوم الثاني في خاطبها أنت يا شايع، حكى ما رد عليه من شغل بالأمور اللي عنده، فخلاه إلين يزين جوه. قعد كم يوم، يوم جاء عقب كم يوم وشافه ذاك اليوم مستانس، قام يجر الحديد إلين قرب منه وقام يحاكيه. أنت يا شايع يحاكي الأمير ابن عرير، قال له يا أمير أنت وش تستفيد من أسري هنا؟ قال أبغي أفك الناس في شرك. قال زين أنت الحقك مني ضرر؟ قال لا، لكن اللي ضر الناس اللي في حمايتي يلحقني ضرره بطريقة غير مباشرة. قال طيب قد جاك خبر أني قد ضريت كريم ولو بشعرة صوف؟ قال لا، لكن الناس كلهم عندي سواسية، كريمهم وبخيلهم كلهم تحت حمايتي. قال لا مهم سوى الكريم ما كانها بالبخيل، البخيل إلى طلبته الزكاة ما عطاك إلا بعير النجرب ولا مريض ولا هزيل، والكريم إلى طلبته عطاك. قال أنت وش دراك عندي عطايا التجار اللي عندي؟ قال نفس البخيل وأعرفها. قال له يا الأمير عقب ما انتهى حديثه عن البخيل والكريم، كان الرجال أبغي أفتدي روحي. قال بأفتدي روحي بمئتين ناقة واختار اللون، تبغيها من اللون الواحد ولا تبغيها مختلفة؟ لكن تطلقني. قال أطلق صراحك؟ قال لي تطلق صراحي. قال لو تدفع لي عدد رمال الدهنة إبل ما فكيتك، ما صدقت على الله جودك. قال لا تقطع الموضوع إلين تفكر فيه. قال ما يحتاج تفكير. قال أنت ذالني ما فيك؟ قال لا أدري أنك من عرب مشهود لهم بالوفاء. قال لكن الموضوع ذا موضوع إبل أنا ما أفكر فيه، سج منه مرة، ما والله تطلع من ذا السجن كون القبرك أو أني أموت قدامه. المهم مرت الأيام وكل يوم أنت يا شايع قاطن على الأمير كلمة وصوف البل، والأمير يقول له ويعطيه وصوف الملح وصوف الصفر وصوف الوضح، والأمير يقول له يعني ما فيه رفض تام. مرت السنة الأولى، ويوم جات السنة الثانية فدر أنت يا عزمك يا شايع وقال عرضه، وقام يقول الأمير من فترة لفترة ها شو رأيك في مياه من البل بدل ما هي 200 غدت مياه، يعني قل العرض، والأمير نفس الشيء رفض. يوم جات السنة الثالثة افنزل العرض وصار يقول له فكني وأعطيك 50 ناقة، وكان كل ماله كل سنة بعد سنة يضعف الرجال وتضعف همته وعزيمته. الأكيد أن الأمير كان يجاوبه بالرفض التام. جات السنة الرابعة مرت ما عرض شيء على الأمير،
يوم جات السنة الخامسة وما عرض شيء على الأمير. يوم قد الأمير قاعد يوم من الأيام في مجلسه، قال له: يا شايع، إيش بلك يا شايع؟ قالوا: إيش بلاي؟ قالوا: إيش بلاك مختلف؟ ما أنت برفيق إلا أنا خابر. قال: والله ما أنت صلب رأيك. قال: هذا بر بديني اللي أنا حلفت. قال: طيب البر غلط. قال: ما أسمح لأي أحد يتكلم في ذا الموضوع. قال: أجل عاد تنشدني عن حال إن أنت أدرابها، أنت اللي حطيتني في ذا المكان ومقابلك كل يوم. قال: ما أقصد ذا يا شايع. قال: أجل وش قصدك؟ قال: قصدي في السنة الأولى حاولت أن تفتدي روحك بمئتين ناقة، والسنة اللي عقبها 100 ناقة، والسنة الثالثة 50 ناقة، والسنة ذي ما قلت أنت شيء. قال: هذا شاني وحدي، ما حد يدري به إلا أنا. قال: طيب وش وأقدر أعرف السبب؟ قال: طاحت قواك. قال: لا والله أنا أصلب من الحديد. قال: طيب إذا قلت لك أني قبلت عرضك الأول اللي هي 200 ناقة وش بتقول؟ قال: بقول لا. قال: طيب وإذا قلت لك أني قبلت العرض الثاني بشرط أنها تكون 100 من البل الحمر؟ قال: بقول لا، ولا العرض الثالث بعد. قال له: ليه؟ قال: إصبي وزلت عجاريفه. قال: كيف إصبي وزلت عجاريفه؟ قال: يا الأمير، مثلك يعرف أني لن بناقل هم الفخ اللي أنتو سويته لي، ولا تذمر من ذا السلاسل اللي حزت يدي ورجيلي، ولا ضيق من شهاري قدام الرايح والجاي في رفة المجلس. قال: والله بلاي من صبين علي، عاده صغير أحبه ولاعبه ودي بشوفه. قال: صبين أسهر قلبي قدام تاسر جسمي، ودي أضمه، ودي أشوف خطواته إلى عثر، ودي أسمع كلماته إلى تلعثم. قال الأمير بن عريعر: إنا لله وإنا إليه راجعون، ليه ما علمتني من أول؟ قال: أعلمك، هذه وسيلة الضعفاء. قال: طيب طيب أنا باطلق سراحك بشرط أنك تدفع لي الفدية الأولى. قال: ولا أدفع لك الفدية الأخيرة. قال: كيف تبغيني أفكك كذا؟ قال: أنت أسرتني بطريقة، ولدي إن شاء الله بيفكني بنفس الطريقة. قال: يفكك بنفس الطريقة؟ فقعد يضحك أنت يا الأمير، قعد يضحك. قال: ليه تضحك؟ قال: أضحك من كلامك، مرة تبغي تلاعبه ومرة تبغي يفكك من السجن، الظاهر أنك بديها أنت هذري. قال: لا، وإن كان الظن فيه خير ولدي بفكني. قال: أشوفك تبني عليها مال كثيرة. قال: لأني تعبت إلى أن عربت منسبه، وإن كان الظن فيه خير وهو حي بفكني. قال: والله ما تفك من ذا الحديد وأنا على قيد الحياة، يا أموت يا تموت قدامي وإنك مع ذا الحديد. قال: لا تحلف. قال: أحلف يا دامني حي ما تفك من ذا الحديد وأنا راضي. قال: لا تحلف، ترى فرج الله قريب. قال له: بنشوف. شايع قعد في ذا الفترة 8 سنين. مثل ما تعرفون من السالفة ان شايع عنده صبي تركه عادة صغير. ولدك يا شايع كبر جيزه من جيز العيال اللي من جيله، لكن الله عطاه البنية. على العموم العيال الصغار مثلكم عارفين يتسابقون وتسادحون، فقام يتطارح له هو يا صبي، وكل ما جاه شلبه وضربه، كل ما جاه شلبه وضربه على ذا المنوال، إلين تكلم الصبي. قال: أنت تظهر قوتك علينا، راح أظهر قوتك على اللي ساجن بيك 8 سنين. قال: ويش اللي ساجن بي؟ قال: يبيك هذاك هو مسجون في سجن الحساء عند ابن عرير. قال: يبي أنا؟ قال: إيه. قال: يبي ميت. قال: لا مو بصحيح، راح نشد أمك. ولد شايع كان اسمه عميرة، ويروح صاب أمه يوم جامه. قال: أبي وين هو؟ قالت: يبيك مات. قال: لا، ماذا بالعلم، أبي وينه؟ كلمة منه كلمة منها، المهم علمته الأم تالي، ويوم علمته قال: أنا بروح أفك بي. قالت له: يا ولدي أنت عادك صغير على المراح وخوض المغامرة ذي. قال: هذا أبي والله العظيم إن أفكه من الأسر. قالت: ما أنت بدال الطريق والطريق طويل. قال: لا، بعيني الله، لكن علميني بحد من أخويا أبي المقربين منه. قامت تضرب راسها تلهم مهي بدارية من تذكر، المهم منها اهتدت الى واحد كان رفيق لك يا شايع. قالت: فيه واحد رفيق اللي بيك، لكن مشكلته انقذها عمه. قال: ما عندي مشكلة، هو بيقدر يوصلني للمكان، بيدل، بيعرف الطريق. قالت: لم لا، ويعتمد عليه بعد، رجال يوم هو يشوف فيه خير وله بصيرة، ورجال يعرف الديار ويعرف التراب ويعرف كل شيء، لكن الله خذ منه اللي هو النظر.
قال بروح صوبه. قال لا تصبح، الى جا الصباح روح صوبه. قال لا والله ان اروح لهذا الحين، ما يغمض لي جفن لين اجي. سار الصبي صوب الرجال الين جاء وهو على ضوه، حط ركبه عند ركبه. يوم قد ركبه عنده قال يا عم عرفتني، انا ولد رفيقك شايع. قال اعرفك يا ولدي واعرف بيك. قال يا عم انا جيتك علشان تساعدني وتدني الطريق. قال وش اساعدك فيه؟ قال انا توني دريت النبي اسير عند امير الحسن. قالوا عزمت اني اروح لهم واخلص بي من ذا الاسر، اطلق صراحه. قال تطلق صراحه؟ قال ايه وابغيك تدني الطريق. قال يا ولدي كيف تخلصه وتفك اسره وهو عند امير من اقوى امراء العرب والاسلام في ذاك الوقت؟ قال الصبي يعين الله. قال اللهم امين، لكن وش تبغيني انفع؟ قال ابغيك تدني الطريق. قال ابشر ولو اني ما انا اشوف لكن عادني اعرف القى. قال عادني اعرف الارض بعلاماتها وجبالها ووديانها وسهولها وريحه رملها ترابها. قال بيض الله وجهك هذا اللي انا ابغي. قال اجل بكره جهز نفسك وخذ معنا فلان علشان يساعدنا. قال مره جاهزين. ولا انشق نور الفجر الا كل واحد منهم على ذلوله ومتوجهين صوب الحساء. الشيب دليل والعيال يعلمونه بالعلامات اللي هم يشوفون. مشوا ومشوا، المهم منهم جاوا ذاك الوادي. قال الشيب وش تشوفون؟ قالوا نشوف انه جبل وفي راسه رجم. قال طيب خلوهم من يمنكم وعاد المنوالي لين قرب. المهم قال يلاقبنا على شجر واجد بين هثلة طويلة. توجهوا الهثلة وخلوا حنقيل تحتها، هاي حنقربنا. انا قلت هثلة وهي طالحة. على العموم جاوها وقيلوا تحتها والتفت الشيبة على الصبي. قال ولدي حند الحين قربنا، لكن انت علمني وش بتسوي، خطتك وش؟ قال يا والله اللي بعلمك وش خطتي. قال لها باركب مطيتي وبرجع مع البل اللي راجعه على البيوت وعلى المقدر. قال ولا قربت من البيوت نوخت ناقتي في مكان مهب بعيد ومكان مبين اقدر ادله الى سرج تحت الليل. قال الشيب عقبه، قال عقبه بروح صوب بيت الامير وبادخل مع الضيوف اللي ياتوا. قالوا بقعد لين اشوف بي الى عرفت بي وامس الريجي. قال رحت لبي وشليته وحطيته على كار مطيتي وجيت كمبه. قال الشيب له يا ولدي انا ذل عليك. قال الرب واحد لا تخاف والعمر واحد ولا غير بي، بخلص بي وبجيك. قال اجل الله يستر عليك وانتبه على روحك. الذلول اللي اصبي عليها من خيرة ابل ابيه، كانت بنت ناقت ابيه اللي هم يغزل عليه، وكانت من اسبق الهجن. الصبي ركب وراح وسوى اللي هو فكر فيه كامل وفعلا نفذه ودخل بيت الامير. بيتك يا ابن عريعر كان من اشهر بيوت الكرم، كان يجيه المحتاج والضعيف وعابر السبيل، المهم يجونه جياع ويروحون شبع. منهم اللي ياكل كرامته او يتعشى مع القوم ويسري، ومنهم اللي يمسي الى اصبح توكل على الله وعلى ذا المنوال. الصبي دخل المجلس وقعد وقام يتفكر في وجيه الرجال، يبغى رب يشوف وجهه به على الوصف اللي هو عرفه اللي هو حافظ مذاكرته، وكان يدري ان بيه متغير عليه. حاول انه يا رب يشوف وجهه به، دور يمين يسار التفت في الضيوف يمين ما شاف بيه. ومعاذا ما فقد الامل، لكنه شاف في رفة المجلس مثل السواد، كومة سواد مو بدري وشي. الين جاوا الخدم وقالوا يا الامير عشاكم جاهز. فقال للضيوف قوموا يا ضيوف على عشاكم وتقدمهم انت يا الامير. الصبي اخر من قام صوب العشاء، قدام يقوم شاف له واحد من الخدم يشل ذاك الصحن اللي فيه عيش ويقبل به ويحطه عند الكومة اللي هو يشوف في السواد. يوم قال تعشى شايع، فلا يكنك ضارب ان الصبي في قلبه كلمة مبطن منها وسمعها، جاء من الشوق اللي فيه بيروح صوبي بيه فجود روحه. يوم جود روحه وانتبه لحواسه فعود مع اهل العشاء، قعد معهم كل ما ادري لقمه لقمتين وقام مع الاولين. ويقوم من مكانه سيده صوبي بيه عاد العرب لهين في الغسول وفي العشاء، ويقبل على بيه ويحب راسه وتخر دمعه منه على لحيه بيه وشعره. قال يبا انا ولدك اميره. قعد جنبه في الظلام اللي جنبه. المهم عقب ما تعشوا والتموا على الضوء يسمعون سوالف القصيد وسوالف العرب الاولين وسوالف الرايح والجاي. الامير كان في ساعتها عليه صبي عاده صغير
يتخطى ويزول بقلب الامير. الى قبلوا به وخر الرجيل من طريقه، ضمه ولعبه وغدا، ما كان حد في المجلس الا ذا الصبي يزول بقلبه. وكل يوم موصين ذا الحراس يروحون يجيبونه من امه، ولهم وقت، الى جاء وقته راحوا وجابوه من امه، والى جاء وسعوا الطريق لذا الصبي. الامير يلعب ولده وذا يسولف، بعض الاحيان يعيد السالفه عشان يسمعها الامير، لانه ما سمعها لا هم مع ذا البزر يلعبه. شايع في ذا الوقت التفت على ولده قال له وش جايبك؟ قال جاي علشان افكك من الاسر. قال كيف؟ قال بشلك على منكبي وبوديك مطيتي من اوخها في مكان قريب، بحملك على كار المطيه وبسري بك تحت الليل. قال لا ما ذي بالخطه، في تعديل على الخطه. قال ليه في تعديل على الخطه؟ قال اول شيء انا ثقيل عليك، ثاني شيء انا مبطي من الحديد فرجيلي، ولا فكيتني ما انا بقادر نسير. قال اجل وش رايك؟ وش الخطه اللي عندك؟ قال انا اللي بعلمك. الامير ولده ذا يزول بقلبه، ابيك تخطفه. قال ابشر بس وش الطريقه؟ قال الطريقه بعلمك، الامير الليله ممساه عند مره ثانيه، ابيك تخطف الصبي. طبعا اختلفت الروايات، ناس قالوا انه جاء وشله من جنب امه وامه راقده، وناس قالوا انه خذه في الوقت اللي الحرس ياخذونه فيه. الاكيد ان ولد شايع خذ الصبي وسرابه تحت الليل، جاء خوياه وصاح فيهم وكملوا طريقهم صبها لهم، وقدام يودي الصبي قال له بيه الصبي امانتنا عندك ما يلحقه مكروه. قال ابد امانه لين تستلمها انت. افقده والصبي دوروا له ما عينوه، قالوا دوروا له يمكن حد اختفاه، فراحوا يدوروا له لين جاء ثاني يوم. يوم جاء ثاني يوم فليهم معودين ما عينوا الصبي، في اقعد انت يا الامير في مكانه وناقل الهم وخرت دمعته. يوم شاف شايع دمعتك يا الامير فضحك، شافه قال وش يضحك بك يا ابن مرداس؟ قال يضحك بتصرفك يا الامير. قال انت تستهزئ في؟ قال لا والله ما استهزئ فيك، لكن قال لكن ايش؟ قال حلمك، حلمك يا الامير. قال ماذا بوقته يا شايع؟ فضحك شايع بصوت مرتفع فزعل انت يا الامير. قال انت الامير العنيد الصارم تخر دمعتك عشان بزر؟ قال ايه ولدي وغلا عندي من ما في الوجود. قال يا رجال ما مسى ليلته مع امه بتجيب ولد ثاني. قال يا رجال انت الظاهر انك نجنيه انت. قال لا ما انجنيت. قال انت تحبه واجد؟ قالوا بحد ما يحب ولده. قال ايه انت خابر يوم انا ساومك عشان اشوف ولدي ب200 ناقه. قال اترك مني ذا السوالف يا شايع. قال لا تحزن ولا تضايق، الى علمتك ان ولدك طيب وبخير تصدقني. قال الامير انت تدري وين ولدي؟ قال لي نعم ادري، وفي مكان امين يا من فيه الصبي اكثر من امانه عندكم. قال صحيح، قال صحيح. قام الامير لين حط ركبه عند ركبك يا شايع. قال شايع علمني وين مكان ولدي، علمني وين مكان ولدي ولك ما تطلب. قال مثل ما قلت لك ولدك طيب وبخير، وان كانك تبغى تشوف ولدك فيه شروط لازم انك تنفذها. قال وش ذا الشروط؟ قال اول الشروط انك ما تمسني بشر. قال تم. قال ثاني الشروط انك تفك ذا الحديد اللي في ذي ورجيلي. قال جيبوا الحداد، ويجيبون الحداد ويخلص الحديد اللي في ذيه ورجيله لين قده ماكل اللحم اللي في اليدين والرجيل. قالوا الشرط الثالث؟ قال الشرط الثالث عند الرجال اللي عنده الصبي. قالوا من هو؟ قال له الامير من هو؟ قال ولدي عميره. قال طيب وش اطلبه؟ قال ارسلوا له يعلمكم وش اطلبه. قال اول شيء ابغي 200 ناقه، وثاني شيء ابغي خيل، وذكر عدد الخيل من العشر وحول وسماها باسمها، من الخيول الاصيله من ضمنها فرس وتعتبر اغلى الخيول عند ابن عرعر. قالوا غير ذا الشرط الاهم، ابغي الراحله اللي بتشل شايع تطلع من الحساء الى الجبه على زل. قالوا كيف على زل؟ عقب ما وصلتهم الشروط قالوا ذي كلها سهله، لكن الزل وش الحل فيها؟ قال لهم شايع طريقة الزل سهلة. قالوا كيف؟ قال الراحلة اللي بتوديني إن كانها مطية تلبس خفوفها زل، وإن كانها فرس تلبس حوافرها زل، وتمشي على زل لين تصل. قال لكن فيه شرط، إنك يا ابن عريعر ما تغزينا ولا تحاربنا ولا تجينا، ونبغي كفيل من ربعك وجمعك.
فكفلوا ابن عريعر اللي موجودين من ربعه وجماعته، قال وانت من يكفل لي انك ترجع ولدي لارجع انت لهلك؟ قال يكفلني اي واحد من ربعه. قالوا من يكفل شايع؟ فطلع واحد من ربعه، انا اكفل شايع. قال تكفله اني رد ولدي؟ قال اكفله. قال جيب ولدك مكانه؟ قال لا اكفله بروحي. قال كيف تكفله بروحك؟ قال لاني اعرف شايع ما يقول كلمه الا يوفي بها، ولا هو بقايل لك انه بيرد الصبي الا هو بيرده مكان ولدك. قال شايع اختار من ربعك من تأتمنه على ولدك الى راح معي وسلمتوني الهلي يسلمه الصبي ويكون امانه عنده. اختار انت يا ابن عريعر واحد من ربعه علشان يمنه على ولده او يستأمن ولده عنده. على العموم ابن عريعر قال لبسوا شايع من خير اللبس وحملوا البل من الزاد والنعيم اللي يكفيهم يكفيها لهم. مشت البل والقافلة اللي مودتك يا شايع من ضمنهم الحرس اللي معهم ومن ضمنهم الرعيان اللي يرعون البل، ووصل البشير جماعتك يا شايع قدامها بثلاث ايام يبشرهم منهم في الطريق، فاستقبلوه استقبال. وسوى انت يا الصبي احتفال باستقبال والده وذبحوا فيها الجزور وعزموا، ويوم جاء فرحب ببيه وحبه على راسه وعلى جبهه، ويوم قد بيه قاعدا في صدر المجلس في روح ويجيب الصبي ويعطيه بيه، قال استلم الامانه يا راعي الامانه سلمه. ويقوم انت يا شايع وياخذ الصبي ويعطيه الرجال اللي ابن عرير اعتمنه على ولده، قال استلم الامانه والشذون انه استلم ولد ابن عرير. شايع كان شاعر وكتب قصيده في الموقف اللي صار له يوم جاه ولده وذكر ابن عرير. ولان راسك يا شايع طيب وراسك يا ابن عريعر طيب، شايع ما ذم ابن عريعر في القصيدة، لا قال خير. قال أخذت 8 سنين في حبس خير، والتاسعة جاني صدوق الفعايل، جاني غلام ما بعد نبت شاربه ولا قط في قلبه من الخوف جايل، دنق علي مظنون عيني وحبني ودموع عينه فوق وجهي شلاي، وانا الحديد بساق رجلي مغلق والرجل كلت من شول الحبايل. تعيش يا شبل سطى ليل تدجع على ولد شيخ عمل بهوايل، سطى وجاب الورع من ربعة أمه من حضن زين اللون شقر الجدايل، هديته على درب صعيب ولا هفا وجاب الذي ضجت عليها القبايل. والقصيدة أطول من ذلك لكن ما حبيت أطول عليكم السنابات. على العموم هذه سالفة شايع ابن مرداس الرمالي مع الأمير ابن عريعر أمير الحساء في وقته، انجازت فانتوا اللي تجملونها وانكسرت فوق صورها مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوا على النبي.